تمتد آثار الإصابات الحربية نتيجة القصف أو الأعيرة النارية في بعض الإصابات لأسابيع أو شهور وأحيانا لسنوات، وتحتاج معظمها للمعالجات الفيزيائية المستمرة. مجموعة من الشباب السوري أطلقوا مبادرة في مدينة إدلب لتقديم العلاج الفيزيائي مجانا، وأيضا يذهبون لمنزل المريض الذي لا يقوى على مراجعة المراكز. مبادرة لمسة الشفاء هي يقومون فيها كادر أخصائي جميعهم خريجين علاج فيزيائي ولديهم خبرات وأكاديميين وترخيص مزاولات مهني. الهدف من مبادرة لمسة الشفاء هي تقديم المساعدة لإخواننا في الشمال المحرر، ونتيجة للحاجة الماسة للعلاج الفيزيائي وصعوبة التنقل إلى المراكز وقلة المراكز الموجودة هنا. في سوء الأوضاع الاقتصادية وتدني مداخل الناس وأحياناً انعدامها تسببت في تراجع وتأخر عمليات الاستشفاء من المرض والإصابات، وهذه المبادرات التطوعية المجانية يبدو أنها ساهمت بالتخفيف من أعداد الإصابات التي لا تحصل على خدمات طبية بسبب الظروف المادية وصعوبة التنقل. كان يعني خشب ما فيها يعني هيك التراويل للايدي اجري شيء، يعني هلا الف الحمد لله رب العالمين عمال بها تمام 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 الحمد لله رب العالمين. الله يعطيهم العافيه ويكثر خيرهم ويكثر من امثالهم ويكثر امثال اللي فتح المركز لمساعده هالعالم هاي، وهن هالشباب عمال بيجوا على بيتنا وبيعالجونا، ويعني كثر خيرهم اشمل التزاماتنا عم بيقولوا لنا بنجيب لك اياها. أنا يعني ما بدي بس بدي أمشي أروح الجامعة وأجي بس. خلال السنوات الماضية تفاوتت جودة الخدمات الطبية في المناطق المحررة وتعرضت لنكسات كبيرة، كان أبرزها توقف الدعم عن عشرات المرافق الصحية، وهذا ما دفع الكثير من المجتمعات المحلية لإطلاق مبادرة تطوعية لتقديم الخدمات الطبية، ومنها مبادرة لمسة شفاء للمعالجة الفيزيائية المجانية في منزل المصاب.